الحضارة الدين يجب أن يكون له حضور كيف يكون له حضور برموزه بعلاماته كم نبي عدنا من الأنبياء مية وأربعة وعشرين ألف نبي أو ثلاثمائة ألف نبي على روايته تحفظون اسم مئة واحد منهم؟ أي أثر ماكو منهم، أثر ظاهري حتى أسماؤهم نسيت يمكن مئة نبي ما نعرف أسماؤهم أكثر من مئة نبي من هم هذولا مئة واربعة وعشرين؟ راحوا أسماؤهم نسوا حضارة يجب ان يكون لها حضور هذه جريمة بحق الحضارة وبحق الدين وبحق النبي الاعظم صلى الله عليه واله. بيت النبي هذا مذكر بالنبي. المكان الذي كان يتعبد فيه النبي الاعظم هذا الرمز من رموز الحضارة الاسلامية. مذكر. تدرون اكو شيء عجيب ان بعض العلماء يشككون في وجود المسيح ابن مريم بعض العلماء الكفار يعني يقولون باي دليل موجود؟ منو قال المسيح موجود؟ وين بيته؟ وين محل ولادته؟ وين اثاره؟ انتم تقولون صلبوا المسيح وين مدفنه؟ اي اثر ما الانجيل كتبه تلاميذه بعده ولذلك في اخر الانجيل يتكلم حول صلب المسيح أصلا وجود المسيح ابن مريم طبعا نحن نعتقد بالمسيح طبعا واضح هذا لكن بعض العلماء الكفار شككوا حتى في وجوده هذا مولد النبي محل ولادته هذا بيته هذا غار حراء غار حراء مهم هذا قبر ابي ذر ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله هذا قبر زوجة النبي هذا قبر زوجة النبي خديجه مثلا صلوات الله عليها هذا قبر محام النبي ابو طالب وما ادراك من ابو طالب ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام علي ابن أبي طالب أبو طالب هذه الرموز مصادر إلهام تروح إلى قبر أبي ذار أي معاني تستلهمها من قبر أبي ذار لاحظين عندما تروحون إلى قبر أبو ذار اذا رايح قريب المدينه فر الربذه في صحراء الربذه عندما تقعد عند قبر ابو ذر تتذكر مواقف ابو ذار شلون ابو ذر يشع اشعاع يغير تروح الى قبر عمار ابن ياسر هذا البطل في سوريا عندما تجلس عندما عند قبر ياسر عمار بن ياسر كيف يلهمك؟ احد الاخوه نقل لي قال انا كنت اريد اتخذ قرار صعب في حياتي كلش صعب يرتبط بالدين والعمل الديني قرار تحول شاق ما كنت اعرف كيف اتخذ القرار. إلى أن ذهبت إلى الحج أو العمرة وذهبت إلى غار حراء، هناك جلست فكرت أنت الآن أصبحت قريب إلى روح النبي صلى الله عليه واله وهنالك اتخذت القرار الصعب وكان في اتخاذه هذا القرار بركات كثيرة يلهم ذلك الرجل الذي اراد التحول كان يريد ان يتحول الى الحق الى طريق اهل البيت يقول ما اقدر التحول له ضريبه له ثمن ما اقدر اتخذ القرار اتخاذ القرار يحتاج الى طاقه واي طاقه بالذات قرارات التحول الكبير منين تجيب هاي الطاقه؟ يقول إلى أن ذهبت إلى مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه هنالك عند المرقد الطاهر حانت مني التفات إلى الضريح كأنه استمددت الطاقة من روح سيد الشهداء واتخذت القرار وأعلن تحول إلى مذهب أهل البيت هاي أي جناية بحق الدين بحق النبي بحق القرآن بحق الحضارة ما هو هذه الآثار أصلا هاي جريمة من الناحية الحضارية الأمم المتقدمة تهتم بآثارها كل أمة متقدمة فد واحد عظيم كان عندهم قلم من أقلامه يخلوه في المتحف هذا قلم ذلك العظيم هذا ثوب هذا العظيم فد متواضع في قرية مهجورة كان يعيش يحتفظون بذلك البيت هذا بيت ذلك العظيم تروح في ذلك البيت تستلهم من ذلك البيت الجريمة من الناحية الحضارية في تقرير قرأت ما أدري كم دقة هذا التقرير أن هؤلاء الجفات تسعين بالمية من آثار النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وصحابة النبي الأوفياء تسعين بالمية من هذه الآثار أزالوها أي جريمة هذه